الله تعالى وبركاته. الجزء الخامس من السيرة النبوية، هذا الحبيب. فلما أخبرها عبد المطلب بالأمر قالت الكاهنة: أمهلوني اليوم وأرجعوا إلي في الغد حتى يأتيني قريني فأسأله. كان الكهنة والعرافين علاقتهم مع الجن تسأل قرينها، أي الجني الذي تتعامل معه، فتركوها ورجعوا. قلنا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في يثرب المدينة المنورة، يتيم الأب عند أخواله بني النجار. الآن عبد المطلب كان من عادته إن وصل المدينة المنورة ذهب لزيارة أخواله والتجول في أسواق المدينة. لما خرجوا من عندها لم يذهب عبد المطلب لزيارة أخواله من بني النجار، ولم يذهب إلى أسواق المدينة يتذكر طفولته فيها. كان مشغول البال بمصير ابنه عبد الله، فقام بالتضرع ويدعو الله أن يوفقه لما يرضاه. رجعوا في اليوم الثاني إلى الكاهنة فقالت لهم: قد جاءني الجواب. كم دية الرجل عندكم إذا قتل؟ أي الرجل منكم قتل رجلا، كم تدفع ديته مقابل أن يرضى أهله؟ قالوا: نعطيهم 10 من الإبل. قالت: إذا تقدم صاحبكم، يعني عبد الله، وتقدم 10 من الإبل، واطرحوا القدح، أي تكتب اسم عبد الله على القدح الأول، وعلى الثاني تكتبون 10 من الإبل قرعة، واضربوا عليها وعلى صاحبكم القدح، فإن خرجت عليه زد من الإبل 10. اعملوا قرعة بين عبد الله والعشرة من الإبل، فلو خرجت القدح في القرعة باسم 10 من الإبل فقد رضي ربكم بالفداء، فإن خرجت باسم عبد الله يجب عليكم أن تزيدوها 10 وتعيد القرعة. قال عبد المطلب: وإن خرجت عليه مرة أخرى ماذا نفعل؟ قالت: تزيد 10 ثم 10 حتى تخرج على الإبل، حتى يرضى ربكم ويفدي هذا الغلام، ولا تتردد، واعلم أنك ستنال رضا الآلهة ونجاة صاحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، والمقصود أبوه عبد الله وأبوه الثاني إسماعيل عليه السلام. لما رأى إبراهيم خليل الله عليه السلام رؤيا تأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فصدق الرؤيا وهم بذبحه، ففداه الله بذبح عظيم. جده الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إسماعيل عليه السلام: أنا ابن الذبيحين. ففرحت قريش جميعا، وأصبحت قريش ترفع صوتها وتتفاخر بالكرم والسخاء والنخوة، وأخذوا يصيحون بأعلى صوتهم يقولون: واللات والعزة لنفدي عبد الله، وإن لم يبقى في مكة إبل. ورجعوا مكة، والناس في مكة حزينة وفي قلق، لأن عبد الله كان في مكة من أحب الناس إليهم، وكان أجمل شباب قريش وأكرمهم خلقا، كيف يذبح؟ فصار عندهم قلق وكآبة. شاع الخبر في مكة واجتمعوا الناس وأحضروا 10 من الإبل، وتقدم عبد الله وقدموا 10 من الإبل، طرحوا القدح فخرج السهم على عبد الله، فأضافوا 10 فخرج السهم على عبد الله، فألحقوها 10 فخرج السهم على عبد الله، فما زالوا يزيدون 10 فوق 10 يلحقونها 10 حتى بلغت الإبل 100 على التمام، 10 عشرات فخرج السهم على الإبل. صرخت قريش بصوت عالي: قد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال: لا. قالوا: لما لا يا سيد قومك؟ ما القصة يا عبد المطلب؟ القدح أول مرة طلع على عبد الله مباشرة، هممت لذبحه. قال لهم: حتى أضرب القدح 3، فإن خرجت على الإبل 3 هنا أعلم أن ربي قد رضي، وإلا فلا بد من ذبح الولد.
قالوا كما تريد، فقاموا بالقرعة 3 مرات، وفي كل مرة تخرج على الإبل. فقال عبد المطلب: الآن اطمأن قلبي وأن ربي قد رضي. وكان فداء عبد الله 100 من الإبل نحروا، وجعلها عبد المطلب طعاما للناس والسباع والوحوش في الجبال لا يمنع عنها أحد. فرحت قريش بفداء عبد الله فرحا ما بعده فرح. ثم أخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله وصار به باتجاه الكعبة. الأنوار المحمدية صلى الله عليه وسلم، يتبع بإذن الله في الفيديو القادم.